رغم جميع العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على روسيا منذ بدء حربها مع أوكرانيا عام 2022 وحتى اليوم، لا تزال البلاد تسجل معدلات نمو اقتصادي قوية. فبحسب تقرير لموقع جيوبوليتيك، حققت روسيا نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 3.2% في عام 2024. فما السر وراء ذلك؟ وكيف استطاعت موسكو تجاوز العقوبات الغربية؟ الفضل في ذلك يعود لما يسمى بوسطاء الذل، وتحديداً في دول آسيا الوسطى. فالعقوبات التي استهدفت صادرات الطاقة الروسية خصوصاً النفط والغاز لم تكن كافية لتعطيل الاقتصاد الروسي، ويرجع ذلك إلى استمرار الدعم الحكومي للاستهلاك المحلي، إضافة إلى وسطاء الظل من السفن الناقلة التي تجنبت العقوبات. والأهم من ذلك هو الدور الكبير الذي تلعبه دول آسيا الوسطى كوسطاء اقتصاديين. كازاخستان على سبيل المثال زادت صادراتها إلى روسيا من 40 مليون دولار في عام 2021 إلى 298 مليون دولار في عام 2023. وأيضاً ارتفعت وارداتها من الإلكترونيات من أوروبا بشكل كبير، ما يشير إلى أن كازاخستان أصبحت وسيطاً لنقل المنتجات الأوروبية إلى روسيا، والأمر ينطبق على دول أخرى مثل أرمينيا وأذربيجان. وهذا يدر المكاسب عليها أيضاً وليس فقط على روسيا. لكن هل غفل الغرب على هذه الحيلة؟ الجواب لا، فالدول الغربية تدرك تماماً لعبة روسيا مع دول آسيا الوسطى، وكلما فرضت عقوبات ثانوية على شركات في تلك الدول تظهر شركات جديدة لتحل محلها، كما أنه ليس من مصلحتها إثارة التوتر مع دول آسيا الوسطى، حيث يشكل ذلك خطراً على الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد الآن بشكل متزايد على الغاز الطبيعي من دول مثل أذربيجان.